عليك كنت قاعده هنا. في ايه يا ايوب؟ استاذ عزوز بره. عزوز مين؟ عزوز الحلق. اه صاحب البوتيك. ايوه هو. وده عاوز ايه؟ عاوز يتكلم معاكي. يتكلم معايا انا في ايه؟ هو عاوز يتكلم معاكي في موضوع حساس شويه، بس انا عايز منك تفهمي الموضوع وتستوعبيه من غير ما تتهوري. في ايه يا ايوب؟ انت كلامك كده وغوشني. تعالي معايا هو يحكي. استنى بس يا ايوب، الاكل هيتحرق. ما يتحرق ده فول. تعالي بس، الراجل هيفضل قاعد بره لوحده. ما يقعد يا اخي بره لوحده، هيحصل له ايه؟ يا حبيبتي اسمه عزوز الحلي، لو قعد شويه هيخلل. يلا بينا، يلا تعالي. استنى بس مفيش دريك. تعالي. جرى يا ست هنات؟ انت زعلانه ان انا جيت لكم البيت ولا ايه؟ ابدا يا عزوز بيه، انت بجيتك عندنا شرف كبير قوي، بس انا مش مستوعبه القصه اللي حضرتك حكيتها لنا دي. ما هي القصه واضحه يا عينات يا حبيبتي. عزوز بيقصد عشان يتلاقي مع الفلوس من اللي اسمه زكي وعشان ياخدهم منه لازم يبقى في عريس اسمه الدكتور نبيل يروح للادي ويخطب بنته. خطوبه كده وكده يعني تمثيليه هنعملها عليه لغايه ما ناخد منه الفلوس وخلاص. وايوب بقى اللي هيمثل دور العريس. بالظبط. وانت بقى هتمثلي دور اخته المحاميه، ومجرد ما الحفله تنتهي ويغور زكي التمثيليه هتخلص، ولما تلاقي مع 20,000 جنيه هنعمل لكم مكافاه 10%، يعني 2,000 جنيه. كويس؟ حلوين ال 2000 جنيه. حضرتك متاكد انك هتاخد 20,000 جنيه بس؟ هم 20,000 جنيه بس يا ست عنايات، مش هاخد اكتر منهم. ايوب يا خلاص نجرب يا عينيات، ما دام عينوبنا من التمثيليه 2000 جنيه، ده في ممثلين مش لاقيين ياكلوا.